من الثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بن نور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري على الفطار. عميمو جميل الشيحي، شادي عرفاوي، أنس بن مالك، فيصل ياحي. السؤال: شنو هي العنصر المشترك ما بين الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وحرب روسيا على أوكرانيا؟ سؤال ذي بون. أنا ريت حاجة ما تخموش فيه برشا، في حاجة تيري بار لو شوفو. هي هي ذي الإجابة، هي كل كلمة مجيو 68. وي ميسي بار تيري بار لو شوفو. ذي 68 لدات 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 انتاحهم 14-19. تو نمنو بالأمور. لا 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 أغزر، هي بون فازا. هاني كنت تيري بار لو شوفو 28 جويلية 1914. يجي عدد الجامعة 68. يا ما هي الحرب العالمية الأولى بدأت 28 جويلية 1914. 28 جويلية بدأت، ما هي الحرب فعليا يعني مقتل سسمه واد الامبراطور ولي عهد النمسا كان سسمه هو فردينو في جوان، والحرب بدأت كمل الصيف في بالك صيف سبتمبر دخلوا في الحرب اي فاودي بي سبتمبر تاريخ انتلاع الحرب العالمية الثانية. مشاو يتخلعوا، تصور انت تعرف اي مش في باله الحرب مش دوم 3-4 أيام. هذيك وقت شاير ماكس هاش معناها تاع خلاع دونك وخروها. اش عملوا في الحرب العالمية الاولى؟ وخروها بعد السيف باش كل الامبراطوريات والملوك يمشيو يصيفوا ويتخلعوا وبعد يمشيو يحاربوا. هو الهدف هو اثراء الحديث بهذايا وجميع الحروبات تاريخ الا الحرب اللي انا مرتي. الا الحرب تاع شكون هذايا؟ الخميس سيدي صالح الخميسي الله يرحمه. عنده اكره من نكره في الدم الحرب ونحب السلام. اي اغنيه ياسر ملتزمه ملتزمه جوستما لانه بالحق هو كان يكره الحرب يخاف منها. شكون يكرهش الحرب اليوم؟ لا فما عباد يحبوا الحرب، يعملوا فريات في الحرب. اليوم تفلوا اغنياء الحرب، العباد اللي تجار وتجار الازمات هو. بينما هو مثلا في الحرب يحكي مصالح الخميسي، علاش قالها؟ خاطر في الحرب وقفت الدنيا وقامت قنبله تونس وحاله حليله، والعباد هجت وهربت ومشاو لبقايا اخرين، والفروحات بطلت والعروسات بطلت، وصح له يخدم مع اخوه في المردومه نتاع الفحم حشيك. وقالك الاغنيه من الفن، من الفن لخدمه الفحم، مع تدوير الدم ولا الهم من الفن لخدمه الفحم. والله اليوم بكيت انا، ما دي ساعه بالضبط نتفرج في الاخبار ونتفرج في يعديو في اللاجئين، طفل صغير قد ولدي زكريا بالسكادو نتاعو يعديو فيه في الحجر يعديو فيه. ذكرت الصباح وانا مشايع ولدي لابس الكرتابه وداخل المكتب، والله توجعت صدقوني. اكيد الحرب العالميه الثانيه 1 سبتمبر 39 وتاريخ انتلاء حرب روسيا على اوكرانيا. هذو ما جاست فور فان الاسئله هذو تاع فدليك تاع انه بدك اللي يحبوا هكا نعبيهم الاوقات، تعبي بهم الدقيقه هذيا قبل ما تجي ايناس. ايوا فوالا جيتي تعطينا اخبار صحيحه. علاش تفدليك بالكش ديسيني؟ كثير من شنو انس يؤمن بهذا بالكلاس على الاخر بالسيني هذو تاع انا شو نو شيء انا بالسيني ليزاستر. ونقوم قوم صباحا لما نقرا برج نتاعي شفاهش فيه برجك طالع برج الدلاعه برج الدلاعه نتاعي وبرج كل. انا علاش نحب نفهم حاجه، علاش ايناس ما تقعدش معانا؟ هي قاعده ايناس، هي تمشي وتجي، ما تمشي تلم الاخبار وتجي يمشي. طلع الكياسات ايناس مهمتها الاساسيه انها تقدم انفوترافيك على ذلك. تمشي في الديسك غادي باش انا تشوف المعلومات وتحل ويكلموها وتحل قدامها الامور بتاع الطرقات بتاع الطرقات. تكتب في نص ساعه، تكتب شويه اللي يمشي انا علاش هي وتجي. تتعب كيما تحب كيما تحب. تحب تولي في بلاصتها؟ لا بلاصتها شكون يشدها بلاصتها؟ طب منين نشدك انا؟ نقضي لا نقضي نقوم بالواجب معناتها. ربي يبارك فيك. اه يا بيه يلا هذه ايناس في انفو ترافيك. يا فن راسين كاري سيمي بن نور. رجعنا في راسين كاري عبد الستار.
السؤال اسمع عم تطلع عرفتهم التلامذة كل ما يعملوا حتى شيء ومرة بركة تيح عرفت شيف دو كلاس شيف دو كلاس ولدت في جيتي توجور كشاف نعم محقق بالحق ديما قد قد ما عدت السكوندير تاعي كنت شاف دوكلاس كانوا يحبوك اي بار كونتر انا شاف شانتي لا شاف دوكلاس خاطر ديما عاقل مش مليح انت تهز الريجيستر تباشير تروح الصبوره روح بيه للدار جميله تمخر انا للدار لا جميل لا 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 انا ايش اقول لك الحق علاقتي كانت طيبه جدا مع اصحابي في السابقية معناها اللي قريت معاهم دبلوماسي يعني كانت علاقتي طيبه على الاخر على العلوي معناها ما عنديش عمري ما نفكر لا الحاجة المهمة أهم رجيستر شكون كان يمشي يبل الطلاس أنا أنت تدخل ما عليها هذه تضرب نص ساعة ما يدخل ما يدخل البروفيسور اللي لقى الطابلو ما 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 مفسخ والدات مكتوبة بالعربي ولا بالسوري ولا بالانجليز والتباشير نشري أنا خاطر ما نحملش التباشير العادي خاطر فيه لا خاطر فيه غبرة فيه غبرة الوقت يصرف راه وراه بالوقت يصرف هذاك اللي غالي شوية من لارجونت بوش نتاعي مش ما عملش الغبرة في خشب أنا عكس عبد الستار وأنا في الكورة مينيم كادي الكلوب أفريكان الكابيتان أنا أدور على الجوهرات الكل إلا على العبد الضعيف علاش؟ على خاطر ما كانوش ضالمين لا بعد لونترينمون بعد لونترينمون كي ندخلوا للدوش تولي ربوخ ويولي غناء والدنيا والمفرقة مع شعب معناتها الجوهرات أنا ما كانوش ضالمينك ما كانوش ضالميني لا كنت جايبها لروحي فوالا شري مجاك أهي السؤال ولدت في 29 أكتوبر 1940 وتوفيت في 7 مارس 2004 بدأت حياتها المهنية مترجمة ثم مدرسة للغة الفرنسية في إحدى مدارس القاهرة قبل أن تقرر الاتجاه للغناء شاركت في مسابقة للهواة نظمتها الإذاعة المصرية ونجحت وتم اعتمادها مطربة في الإذاعة قدم لها رياض السنباطي عددا من الأغاني الرومانسية مثل بحبك واسهر فيك لوحدي وذلك قبل أن تبدأ مرحلة الأغنية الشعبية ويقدمها الموسيقار الراحل علي إسماعيل فاطمة عيدة قدمت خلال حياتها أيام زيادة ومين يا ابني ما يقارب شعبية, شعبية ما يقارب 500 أغنية شريفة فاضل اشتهر منها حية. على صعيد العالم العربي قل لي ترى اشتهر منها كيد العزال أنا من عيدة شعر عيدة شعر هي بروفيسور فرونسي عادي بلح يا ولع بل عندك يا حبايب الطرح يا بنات والسكر نبات امر 14 وتشتقلي مستحمل تشتقلي تشتقلي امي حلوه مستحمل تصق هو تصق معنا بتاع الحمام قطعة قالوا الحمام قصعة انت واقف في فاطمة عيد أنس هذيك حبيبي حبيبي هو جاني قابلته على المحطة صبر هي الصبر وين 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 كل شيء أنا ثلاثة ميزوا تاريخ الأغنية بالنسبة لي مع احترامي اللي كانوا يعملوا فيه ما هذي لحن لها سومباتي لحن لها بالأول صوتها محلى صوت ثلاثة هما فاطمة عيد كما قلت درويني فاطمة أحلى ما عندي شبيلة وذكرى وعليا عندك لا أشوم أشوم فاطمة عيد وجواهر جواهر كل ذكرها جواهر النهر جواهر زي ساعتها برك والثالثة هي اللي بفلوس راجلها حبت تولي مغنية ما نجمتش شيرين واجدي لا ذكرها ولا هيش سكينة شغنيت راجلها كان ملياردير ايه واي حاجة تطلبها يمشيها من هي ما عندك ما تعرفها لبنانية مصرية 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 لكن الصنباتي اللي هو ملحن عظيم وموسيقي عجيب حاجة مش معقولة ما اكتشفش كان عايدة شاعر وقت اللي تخاصم هو أم كلثوم اكتشف شهرزاد وخرجها شضرب بهم اي ما هذه حتى هذه على قدها صوتها يعني صوتها محلوب محلو مشات الشعبي ريتها مشات الشعبي وظفوها ذكر مرة ذكر هياتم زاد هياتم راقصة ذكرى في انترفيو تسأل فيها المذيعة قلت لها في الوقت ذاك أول الألفينيات قلت لها أنا هما الأصوات اللي تحبهم قلت لها نعشكون أنغام نعشكون قلت لها وشيرين وقت الأخرى طال عشرين وجدي عملت طول بوز تفركس أن هي منهم ليه بعد قلت لها شيرين عبد الوهاب طبعا يعني تحية فرح برجبنا سرقت أبرا عمدها الله على ذكرى الله يلا نكملوا سؤالاتنا مش هيتم مش خايبة هيتم هيتم راقصة هي بتغني احكي على المغنيين ايوه عندها في بالك عملوا تاكسي باسمها في مصر تاكسي هيتم في القاهرة
تاكسي بومبي هكا مسميوها تاكسي هي هكا واقف في حفاط معيد ما تحركش وهيتم هي جاتنا لتونس راهي عايدة شاعر غنيت في تونس غنيت في تونس وهي هي البريزونت بيان معناها سي با اون بوتي لكن البريزونت بيان عايدة شاعر ما قدها هكا وكل شيء وكانت عملت حفله ياسر حلوه معناها في تونس فما عايدة شاعر فما عايدة شاعر وفما فنانه اخرى كبيره زادة هي اللي حلت الباب نتاع مجلس النواب وكانت في مجلس الشعب في مصر شكون يعرفها ما سألنا عليها هذه احنا السيدة فايدة كامل سيدة كامل كانت فايدة كامل لا فن ما شعبية لا مطربة كلاس قلت لك لكن كانت في مجلس النواب حاجة اخرى معنا سيدة فايدة كامل مجلس النواب جدة زايدة لتونس جد صديقة للسيدة عليا وداير فما حفلة في سهرة من بيت فنان هي كانت ضيف هي في ضيفة نتاعها نسأل شوية autour de l'actualité انا هي اكثر دولة عندها طلاب في اوكرانيا تعرف انه لي ستوديون معناها اوكرانيا عملت استراتيجيه وسياسه مهمه جدا مش انا تستقطب الناس يقراوا عندها الميدسين والفارماسي وغيره برشا توينسا كذلك يقراوا السؤال قداش الهند الصين الاولانيه هي الهند برافو عليك الهند خاطر المشكله نتاع الطلاب هنود رفيها في الاخبار 14380 ستوديون الثاني بلد عربي مصر المغرب 5700 بعدها أذربيجان وبعدها تركمانستان الخامسة نيجيريا والسادسة مصر والسابعة الصين والثامنة تركيا تونس تقريبا 1000 طالب في أوكرانيا كله 1500 كله 1800 أي أكثر من 1000 شوية حوالي 700 طالب تم إجلائهم حاليا نهار السبت جبت واحدة من الطلبة اللي في الماتينال جبت واحدة من الطلبة اللي خلطوا معنا خلطوا هنا لتونس وكل شيء مش حكيت على معنا شنو اللي صار وكذا بالحق ربي معهم خاطر فما عباد مازال وحلين وبالحق تعبوا برشا معنا تخيل انت وتشكر برشا هي مثلا في 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 شكون طبيب غاديك طبيب تونسي غاديك خاطر انستاليه هو بروفيسور جامعي معنا كما لقاو الدعم حتى حد ما عاونهم حتى السلطات معنا المهم الوغ هو اللي تحمل انه خذ لهم الكيران ولمهم في الكيران ولو انه السلطات كانوا في المستوى نتاع الحدث يعني كي تخلط من بعد شويه في الاول مازالوا ما خذوا كانوا في الاول كانوا ما خذوهاش سيريو فهمتني سامحني يا عاشق كانوا ما خذوهاش مش معنى الحاجات الفاسا جرافيك يعني طب مثلا المغرب طلبت مولانا قتل مروحوا وبعث الطيارات وكشف في الوقت قبل ما تبدا الحرب اي تونس كيف اللي قاعد لا كيف اللي مش مصدقين لا مش باش تصير حتى شيء كذا هذاك علاش الاشكال تو الان وهنا في اوكرانيا هي ممرات الامنه لاجلائهم للحدود يعني سواء بولونيا ولا رومانيا لذلك الإشكال مش الإشكال أنك مش تهزهم الحدود لتونس ولا ترجعهم خاطر فما ممرات فيها ممرات عسكرية امبوسيبل يلزم السلطة التونسية تتصل بسفارة روسيا في روسيا وتصير يعني زاد مع السفارات الأخرين تنسيق أنهم يجليوا الناس الكل ومدت فصوت بنية تحكي لي قالت لي شكرت برشا الجيش الأوكراني قالت خاطر كل تقريب 6 كيلومتر فما في الصينية اللي هو أكثر من 100 ولا 600 كيلومتر لقاو دي بوان تاع كنترول اي قالت لك قالت يطلعوا خال ساعات يلقاو توانسة حطوا الضرب التونسي ضربوا المغربي هما في الكيران اللي هما فيهم قالت لقاو توانسة معناها القبا يقول تعديوا فما اللي يوقفوا يطلعوا اما قالت معناها عاونونا برشا قالوا حتى فما شكون من الجيش عطاهم الماكله نتاعهم كي لقاوهم هكاك وما عندهم ماكله عاونوهم بالحق معناها حاله انسانيه حاله انسانيه ليه وقمه الانسانيه في الطلبه اللي روحوا حتى من الحيوانات نتاعهم ما جابوها القطاتس والكلاب ما تنجمش تخلي كلبك وغادي وتروح ولا خدمه اللي عنده انسانيه ما نجمش يعمل في حاله انت حارب كيما هكا اعطيك بركه تمنع بروحك تخلي كراميل انت وتخرج من الدار وقمه ولا هي قبلي قمه الانسانيه اللي جميله في سفيرنا العزيز الغالي الدكتور اللي قام بالواجب مع طلبتنا ومع غير طلبتنا معناتها كان خير سفير لتونس في اوكرانيا كيران وكما قال عبد الستار معناتها حاجة بسم الله ما شاء الله عليه شكرا ناس بن مالك يعيشك يسامي هذا محصل خير يلا خلنا نرجعوا لي 2004 تقريبا 2005 واحدة من نجاحات مروان خوري في الألحان هذه اتطلع في هيك نرجع بعد شوية مرحبا بكم هذه راسين كاري علي FM 6 و7
مرحبا بكم وين ما كنتم، نحييكم مستمعينا. وكما قلنا في اول الحلقه باش انه لو جو نتاعنا هذايا اف كي تي، الناس طلبونا برشا مستمعين على 31 380 ألف، ولكن باش ناخذ المستمع اللي باش يكون معاها الحوار التالي. لو ماسك اف كي تي يضمن لكم حمايه مطلقه من الفيروسات الكل بما فيهم الكوفيد. طلبتونا على 31 380 ألف باش تجاوبوا على السؤال، انا هي لا كولور دومينونت، اللون الطاغي على لومبالاج نتاع لو برودوي هذا نتاع الماسك اف كي تي. ومعانا من المستمعين اللي طلبونا سي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك سي سامي، عسلامة، لاباس. مرحبا بك يا سيدي محمد الماجري من جبس. لا، محمد مادي، محمد العيدي مادي. عود لي بربي، محمد، محمد العيدي مادي، محمد العيدي مادي، مادي، مادي. مادي. عائلة محمد مادي. اي مادي جماعة الهوند، جماعة الهوند. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك سي سامي، نحييك انت والاسره كل. مرحبا من جابس الجميله. تسكن في جابس قدش عندك سي محمد؟ والله انا اللي جد جد جدي من اللي تخلقت نسقى في جابس. وانت في جابس؟ اي يعني تاكسي؟ ها؟ نخدم تاكسي. باهي الامور؟ حكايه عامين هكا. باهي الامور؟ الحمد لله ماشيه، لقته في قسمه مره هيك مره هيك، الحمد لله. نوسعوا بالنا مره كذا مره كذا، وتتعدى الحياه. هو توسيع البال باهي بالنسبه للتاكسي. لا، لازم يوسع باله التاكسي، لازم يقدر العباد، لازم ساعات يطلع مع واحد متغسل، ساعات يطلع مع واحد فرحان، ساعات يطلع والطقس. قمر جابس قمر مارث قمر مدني. أي خوي. هذا فيصل يحيى، وكعطاك لمحة من غنيته بتاع الثمانينات. درمادي يا بابا. إن شاء الله إن شاء الله يعودها نهار زاد هذه. نعم. به. قبل هذا كنت تخدم حاجة أخرى في التجارة ولا شنو؟ والله خدمت في دمنات كل، خدمت في فروع، خدمت في التجارة، خدمت كونترا، خدمت كل شيء. مادي مادي اي اي كان يخدم، كان كاتب عمومي يكتب دي كونترا، يخدم كونترا كونترا دي كونترا. ولكن سي محمد اليوم تاكسي يكلم فينا من جابس وبش يجاوب على السؤال هذا. تعرف انه اللي ماسك هذوما اف كي تي عندهم يتحطوا في باكوات يتباعوا فيهم الباكوات هذوما، اما باكو بخمسين ولا بعشرين ولا بخمسة ولا ساشي صغيرة، الباكوات الكبار هذوما شنو هو اللون الطاغي على الباكوات هذوما؟ والله فما الابيض وفما الازرق وفما الاخضر. به انت في اللي ذكرتهم هذوما فما واحد صحيح. انا هو زعمة، عودهم لي، فما الابيض وفما الاحمر الابيض والازرق والاخضر. والاخضر اه، انا هو صحيح زعمة الاكثرية الاخضر. الاخضر اه، حتى انا معاك في هذا. يلا مبروك سي محمد. مبروك سي محمد، دونك تربح معانا الجائزة هذه من إهداء اف كي تي. زملائنا في الإعداد تكلموك ويقولوا لك كيفاش تاخذ الجائزة نتاعك، كمل ديما اسمعنا. توصلك راسين كاري وتسمعنا ديما في راديو ديما يمشي، أنا نخدم العشية نخلط على راسين كاري، أنا نشتري بينا كل مرحبا بك سي محمد. عايشك يرحم والديك. مرحبا بك، كمل ديما اسمعنا راسين كاري، وكمل ديما اسمع يا فهم. شكرا ليك يا سيدي. لو ماسك اف كي تي يضمن لكم حماية مطلقة من الفيروسات الكل بما فيهم الكوفيد. رجعنا في راسين كاري. السؤال، شكون يخمم اكثر، المرأة ولا الراجل حسب الدراسة هذه؟ المرأة يا بابا، حتى كان الراجل يخمم اكثر نقول المرأة. مش معنى اذا كان حتى كان الراجل يخمم اكثر المرأة ما تخليش يخمم؟ لا نقول المرأة. هذا تحب تقوله يعني؟ مش النصرة تن المرأة. سؤال علمي، انا هي او انا هو اللي خمم اكثر؟ طلب العشاء حاجه المرأة معينه اليوم ونقول شكلات تسكر على الكوجينه اصلا. المراه عبد ستار، انا نقول المراه، نصور المراه بيه. خمم اكثر. نعطيكم شويه ديزانديس باش نقربوا شويه الصوره. والدراسه هذه قام بها العلماء في ولايه كاليفورنيا، خذوا ان اشانتيون وشافوا انه فما شكون عنده دماغ نشيط
أكثر من الآخر. تعتبر الدراسة ذي الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في المجال ذي، جاءت لتؤكد الصورة النمطية التي طالما تداولها الإنسان. في الدراسة هذه قام العلماء بتحليل معطيات ومعلومات مأخوذة من أكثر من 45 ألف دراسة ليخرجوا بنتيجة أنه فما دماغ أكثر نشاط من دماغ آخر. إذا كان الصورة دماغ النمطية زي ما يقولوا المرأة تخمم أكثر ديما مخها فيصل ياحي المرأة أنس أربع نساء برا خليني للرجل. المرأة هي اللي تخمم أكثر من الرجل، هذا طبيعي معروفة من أصل الدنيا ما بيناتنا. هو طبيعة طرح السؤال يهزك ديريك للمرأة يعني. نحى لنا الجانب العلمي شكون يخمم أكثر تي واضحة يعني. ديما المخ يخدم ربما وجد أنه في تخديم المخ لا المخ مش المخ تخديم المخ تقصد في تخديم المخ لا نقصد في المخ يخدم نصلح لك تخديم المخ الإيجابي هذيك بالتونسي هو سلبي تخديم المخ سي ديريكت سلبي هو سلبي هاي حرام عليكم حرام مروح راهي امنه في الدار يا ولدي حرام عليكم لا كلامك صويب ما قلتش صويب قلت تخديم المخ المخ ديما يخدم اي هكاك شاهدنا يا امنه ادماغ النساء أكثر نشاطا عامة من دماغ الرجل إذ وجد أن كمية الدماغ التي تصل بعض المناطق في دماغ المرأة كانت أكبر بكثير من تلك التي تصل إلى المناطق ذاتها في دماغ الرجل، الأمر الذي يجعلها المرأة يعني أكثر قدرة على التركيز وفي الوقت ذاته أكثر قابلية للتعاطف مع الآخرين والقلق المفرط. هذا التفسير كان أولي وراء شيوع بعض أمراض الدماغ بين النساء تحديدا، هذا بالأرقام صحيح زيادة، مثل أمراض الألزايمر والاكتئاب والقلق، بينما تأتي أمراض أخرى معينة لتكون أكثر شيوعاً بين الرجال مثل اضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة. الدراسة ذي جات بتوفر تفسير لسبب قوة تحاسيس المرأة وتفوقها على الرجل في مشاعر ونواحي نفسية معينة مثل التعاطف، الحدث، التعاون، القدرة على التحكم في النفس. كما جاءت تفصل كذلك سبب الحدث هذيك كلي تشم هي الطائرة اي تفطم بها من غير ما هو يبدا ما حد تفطم بها هو يبدا في باله خبه وخبه من غير ما تشوف لا تصور لا فيديوهات لا شيء. انا عندي كعبه اونامي معنا هون في الراديو عندها زنس حدث عندها زنس تشم هي الطائرة هيك طاحت قبل ما تطير حتى ما تطير تشمها قبل ما تطير حتى سبعة مش سدس. كما جاءت تفسر كذلك سبب حساسية المرأة الكبيرة تجاه مشاعر مثل الحزن والقلق والإصابة بالأرق. هذا النمطية سامي بحكم التجربة المرأة مثلا نجم تعمل بلوزيوغ فوا بلوزيوغ شوز على فوا تلقاها لا هي بولد هي وفي الكوجينة حتى طنجة على النار والماكينة الصابون تخدم زي ما تحط فيها الحوايج تكلم في دارهم في التليفون ولا تكلم في ولا هي بجارتها تستعمل معناها وساعة ساعة كي تسمع تقربيع تقول لك هذا فلانة جات روح التويكة وعوينا على رجلها في البيت الأخرى بيها روح التويكة كونكتي ولا ليه مش بيها روح التوى جارتنا مش وقتها تخرج الطل مش تثبت إذا كان ما بيهش سبة ولا حاجة وخدمة وخدمتها على الطاولة في نفس الوقت هذا الكله نجرب مثلا نبدا طنجرة على النار ونحاول نخدم خدمتي نحرق الطنجرة بلا غالب مثل نقطة في الخدمة ننسى ننسى الطنجرة ما اي محدودين احنا رجال كملها اي ما نجموش معناش القدرة متاع النساء ربي سبحانه خلق ربي سبحانه وما عدم شيء انا مع انه الدراسات تقعد ديما دراسات اي دراسات اما بالتجربة انا قدرك والله بالتجربة في كاليفورنيا جوجورا ويقلقوا فما شركات تقلق شوية فون موجود فلوس تعمل لك دراسة. انت تريد تشد لي حاجة نقرأ فيه الارتيكل هذا شفت برشا على ريزو سوسيو انه تقريبا 17 مليون امريكي يعتقدوا انه الحليب بالشوكولاتة جاي ديريكتو مام البقرة اللي لونها بني يا ودي هذيك يا سلام 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 يا يخلصوا يخلصوا راهو يخلصوا فلوس هذيك الدخل يا ما تعمل على اليوم مش معناها تشكك في المصداقيه نتاعها مي بون
يخلصوا مين مارس فما برشا صحيح هذه قوة التكنولوجيا قوة العلم وكثرة الفلوس ما حليها تعمل دراستك تشاور انت في مجتمع تونسي كان فما فلوس انك تبحث في برشا دراسات تجزء المجتمع التونسي في برشا خلايا تخدم عليها ما تراش ان المرأة في تونس تخدم في الشارع وفي الدار وتطيب وتقري الأولاد تخدم مش قلت لك ما تخدمش تحكي لك على نوعية شوية من الباكراوند الثقافي وشوية كذلك من سون كوتي ناتوريل كاتريما معناها ربي عطيها طاقة باش تحتضن المرأة وكان يبداو عندها 15 صغير والراجل معاهم وامه وامها وبوه وبوها نجم تطوقهم وتقوم بهم وقت اللي الراجل خويا زوج وليدات يجوج منهم ان شاء الله ان شاء الله يكفيها بالقدا على هذا ان شاء الله لا ان شاء الله ما تخافش على خاطر فما في تونس مثلا انك اللي تقعد 20 سنه طيب له في العشاء نهار اللي تجيب تعمل غلطه تجيب وسبابا والله موجود موجود هذا هذه غلطه كبيره طبعا انت قمت بيها لا موجود عندي عندك اي عندي الهضره هيك انا نتصوروا ياسر سي السيد في الدار انا سي السيد اما ساعه نايم عادي وما عندك حتى فكره كابريكور انا جميله انت تعرفني بالكدا نورمالمون برج الجدي لا لا انت عندك انت بالشوارع لا 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 انت في طبيعتك تهمه انا نتهم بنتي الصغيره تنتي بنتي تقولي لا قلت لك شخصيتك انت ما نعرفكش في الدار كيفاش بشويه اما على حسب كلامك انت مراه كابريكور وتعرف معناتها كابريكور الراجل قديش طيب وقديش معناتها ناس مليح وقديش مكاين انا نص على هذا قديش يده راسه ما يزيش انا يدي راسي ما يزيش المراه والراجل مش كيف كيفك قديش وقتاش اخر مره حددت سوريا انا نمشي كان بالامور العلميه راه اخر مره حددت سوريا وقتاش انا عمري ما حددت سوريا ما حد. اخر مره غسلت صحن وقتاش انا لا عمري حددت سوريا ولا مرتي حددت سوريا اخر مره غسلت صحن وقتاش ابدا نعرف نحطه في اخر مره شديت وليد من اولادك تقريه وقتاش لا ابدا قرايا شكرا عرفتهم في المحكمه الامريكيه القرايا ربي بالجوريه لكن انا في شيء اخر في السبور في الموسيقى في القرآن في الأطلقات الموجود معناتها واجد وحاضر أنا ما نقريش مثلا ما عنديش مصحف في القر وزيدة سلمى مرتي ربي يفضلها في الماكلة في الماكلة سيرفان جنرال يا تاكل يا تاكل طيب أنا ندخل كوجينة انت ما تاكلش لا لا صغار على الصغار اه الصباح والعسل والهضره هذيك فهمت انت لاهي بها والعنف لا ضد الصغار لا عادي العنف هذاك انت تاكل يغني لهم عبد الوهاب تاكل ولا يغني لك عبد الوهاب ظلموني ظلموني حبايبي عبد الوهاب ظلموني حبايبي كل بسيسه عبد الوهاب الحناشي ظلموني حبايبي من اللي غني يلا هذه ايناس فيها فتره فيك رجعنا في راسين كاري درجي اللعب درجيلا شادلي شنو شادلي جيت مؤخر انا راه يا تشبي عندك ساعتين إيه ملي جيت إيه شبي شو معناه شو العلاقه بين انك تدرجي اللعب مش عقوبه راه به من القائل هي. عندما تكون على حق وصابلك عندما تكون على حق والله تستطيع ان تتحكم في اعصابك وعندما تكون مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك لتفرض قلت بالعربي هذه بالعربي مش بالعربي في الأصل مش بالعربي مش بالعربي عود عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك فيلسوف كانت لا غاندي فيلسوف غاندي فيلسوف عصر وقت ليه غاندي مش فيلسوف استنى رجل سياسة هو سياسي أساسي رجل سياسة وفيلسوف سياسي ومناضل فيلسوف في سياسة وغير غاندي شبيك ربي سمحني حتى عبد الوهاب فيلسوف في غنيه لا لا مش قلت لك فيلسوف لم يعرف باسم فيلسوف أنظر يا ذيك سيفته غاندي السياسي أنديس جاوب أنديس صحيح
باهي. انا مش نولي ياسر متشدد في درجه اللعبه دوما. لا 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 تفرض تفرض لازم انضباط طبعا. انضباط سامي. ما كانش فيلسوف عصره. لا غادي ما كانش فيلسوف عصره. مش بالفلسفه. كل حد فيلسوف راهو. كل فيلسوف معناتها فيلسوف وعنده. انا مشيت كي هو. فيلسوف وكوارجي. يا ما فيلسوف. يا خالد دافينشي ماهوش فيلسوف. عنده نظريات. عنده نظريات. غادي نظريات. تعتبر نظرية طريقة كاملة أبسطار. ما هي الزهرة اللي تعرف باسم زهرة الملوك؟ زهرة حقيقية يعني. زهرة حقيقية توليب لفلور دي روا كاكتيس بروت. تحياتنا لزملائنا في كاكتيس بروت تضامننا معهم اللي يعيشوا في فترات صعيبة صعيبة. زهرة ذي تستعمل كده في لونها أبيض معناها خدت فيها برشا لون لكن كده لونها أبيض تستعمل في الفروحات لكن كذلك ساعات تستعمل في المقاتل على خاطر لا كي تبدأ بيضاء زي كده لونها أبيض لوخ لا تستعمل في المقاتل وبعدين وصارت هذه أتاك مش أقولها أنس مش يعرف وصارت في وقت ما سينونيم متاع عائلة مالكة قرنفل لي ليه زهرة لا قلت له تليب سينونيم تاع عائلة مالكة قريبت لنا عاد أكثر شو عائلة مالكة قريبت لنا معناها إيطالية في المساحة أقرب مش إيطالية موناكو الفاتيكان لا هي مو باقي المغرب لا زهرة ذي تكون خاصة هذه هو هولندا لا علاش بعدين فرنسا تونس فرنسا هي شنية الزهرة اللي ارتبطت بفرنسا مارغريت لا مارغريت ماتت وقت لا لا مارغريت الورد النوار ملوك فرنسا سامبولي الزهرة نتاعها الصفرة ذيك البيضة صفرة كبيرة خاطر ذهب بيضة ليليس ليليس دي روا دو فرانس ليليس زهرة الزنبق 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 بالنون الزنبق 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 مش الزنبق سي لافلور دي ليس اللي هي سيمبوليك سينونيم نتاع الملك نتاع الملوك نتاع فرنسا جميل انت تعرف هذا يلا جميل سؤالك انت تنسي شنو ذنبه نحب شنو ذنبه المستمع كي تقول له غاندي فيلسوف زعما غاندي فيلسوف في عصره ما زلت مصر يعني ينجم يكون في نظره هو يرى غاندي قال شنو فيلسوف. شنو استفاد المستمع عبد الستار كي قال الزئبق زنبق زنبق زهرة الملوك وجلالة قدره وجلالة قدره يعني 54 تو جميلة السؤال لي زومبرانت اي البصمات اي قديش تقعد من عام دليل دليل فوالا باش ينجموا يستعملوها ولو انه في تاريخ البصمات مره اكتشفوا حاله نادره انه فما بصمه تعاودت مرتين سبحان الله انكا اونيك شو معناه هو على الورق تقعد فتره معينه وعلى الاسطح العاديه معناها الاخرى تقعد زاده فتره معينه نتصل فين على الورق ولا على السطح نتصور على ورق تقعد اكثر على ورق اكثر من السطح تقعد اكثر بوغ اخشيفي ياخذوها على ورق تقعد اكثر احسن على الاسطح نتصورها 24 على الاسطح 48 لا اكثر برشا اكثر تقعد اشهر بالعوام على ورق 10 سنين فيش في اللي هو في على السطح صحيت وعشرات السنين على ورق قديش 100 سنة 100 سنة لا اقل 50 سنة 75 40 سنة يعني واحد كان يحط يديه على على ورق تقعد يقعدوا فوالا يقعدوا يرجع بعد 40 سنة يلقاو يلقاو لي زومبرانت 10 10 ليه ليه على ورق على ورق 40 على الورق برشا 40 فوالا وعلى الطاولة 10 فوالا بصماتك الكل عندي انا هاي بزي تو عندك بصمات وعندك فيديوهات وعندك تصاور وعندك الصندوق الاسود كتشوف انا ايش عندي عليك تقرير ان شاء الله في ميزان حسناتي يا رب دونك نسالكم على فيلم فيلم هو ثلاثيه ثلاثه اجزاء منه الفيلم هذا فيلم امريكي الجزء الاول خرج عام 85 الثاني عام 89 الثالث انديانا جونز عام 90 لا انديانا جونز فيلم اكثر من ثلاثه فيلم سمعني 85 90 85 89 90 والشهير بتبيعه هو اللولاني دي ما احسن واحد ترمينتور لا ستار وورز فيلم روكي دو سيونس فيكسيون لا اخراج روبير زيمركيس صاحب تحب مش ترمينتور لا ليه
فيلم يحكي على قصة شاب اللي هو شو اسمه مارتي ماكفلاي. مارتي معروف مارتي خاطر قعد ايكون جينيراسيون كاملة. فيلم ذاك زاد كان يتعدى ديما في انا شامباس ستيل دو واحد ما نذكره الفيلم ذاك. فيلم بطولة مايكل جي فوكس. مايكل جي فوكس مين مايكل جي فوكس ده؟ ما لا لا نعم مايكل جي فوكس وكريستوفر لويد الرجل الكبير اللي شعره أبيض ومايكل جي فوكس. سانس فيكسيون قلت سانس فيكسيون أليان. لا ماهوش مش أورور سي دون لو ميس معناتها الفانتيزي وسانس فيكسيون. فيلم حلو برشا. أنا السينوبسيس نتاع الفيلم خلينا نقرب لكم مثالش في عام في أكتوبر 85 كثر خيرك اي خاطر في بالك يقول لكم مايكل جي فوكس معروف فيلم برك باهي قول لي شكون فيلم. فما مراهق يتعرف على مخترع ويركب في الكهرباء ويرجع للزمن الماضي. مش ابوكاليبس ليه فكرته ثلاثة مدن فين يقعوا في أي ميكرو اللي هما ميكرو أي ثلاثة مدن يقعوا في أي بلدان ثلاث أي ما صاب يرجعون الميكروات القدم جرافة ذاك مالغزمون أجدد طوي ثلاثة مدن في أي بلدان يقعوا ثلاثة مدن هذم دكا بكا ومكة كلهم في العربية السعودية. لا 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 دكا في سرين في بنغلاديش على سطح بنغلاديش وبكا مكة ومكة كيف مكة هي مكة العربية السعودية بكا الأردن وادي بوكي بكا هي مكة مكة المكرمة لا نفس الشيء البيت الذي ببكا تاريخي وذكرت في سورة البقرة وادي بوكا وذكرت زاد وادي بوكي ودكا هي عاصمة بنغلاديش طبعا. شكرا لكم محلينا وعدي معك شكرا لكم مستمعينا نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.